السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو جديد. بهالفيديو رح نحكي عن الجراس أدون. طبعا الجراس أدون بتلاقيه بالبلندر ماركت. إذا رحت على جوجل وكتبت بلندر ماركت وبعدين بحثت عن الجراس أدون رح تلاقي الجراس أدون موجود. طبعا لازم تدفع للجراس أدون. فإذا جيت بعد ما تروح على Edit بعدين Preferences بعدين تجي لهون Install وتنصب الملف تبعك اللي جبته من الجراس أدون بلندر ماركت. فإذا جيت هلأ وأضفت Plan على سبيل المثال، ثم سويت Scale على Scale بمستوى 5 على سبيل المثال، إذا غيرنا الريندر للـ EV فتضغط على N بتلاقي هون تحت موجود الريل جراس. وبمجرد ما تضغط على الجراس بتلاقي موجود عدة أنواع. فعلى سبيل المثال إذا اخترت هذا على سبيل المثال بتلاقي طبعا بعد ما تضغط على Add بتلاقي جزيئات صغيرة طلعت على البلان تبعك. فتروح على البارتيكل سيستم بتلاقي البارتيكل اللي أضفناه هلأ من جديد. العشب اللي أضفناه حاليا صار بارتيكل سيستم، وفيك تلعب بالخصائص تبع البارتيكل سيستم هاد. على سبيل المثال فيني أروح على Rotation Velocity أعتقد، فهلا حاليا المتر فيك ترفع شوي، Length الهير Length، النمبر فيك تزيد مثلا Hair Dynamic أعتقد، هون كان Field Hair Shape مو Hair Shape إنما Render Physics لا Render تماما بالRender. إذا رحت على الريندر بتلاقي موجود السكيل والسكيل راندوم. فإذا رفعت السكيل لفوق شوي مثلا تقريبا يعني بدك 1 تقريبا سكيل راندوم منيح، فيك تاخد سكيل راندوم للواحد فبصير عندك الشكل هيك تقريبا. إذا رحت على الروتيشن الروتيشن راندومايز ما بدي على سبيل المثال، بدي كله مستقيم على سبيل المثال حسب كيف ما بدك. طبعا فيك ترفع العدد بالذهاب الى الاميشن، مثلا اذا كان عندك 1000 فيك ترفع لـ2000 وتنزل او ترفع كيف ما بدك. على سبيل المثال بتلاقي حاليا انه الشكل صار هيك. فالفائدة من الجراس أدون انه فيك تساوي مثلا عشب سريع بدون ما توجع راسك بإنشاء عشب على سبيل المثال، لأنه إذا بدك تساوي مشهد طبيعي فبده يكون عندك عدة أنواع من العشب وبده يأكل منك وقت كتير. فإذا رحت غيرت العشب على سبيل المثال وضغطت على الكاربيت جراس على سبيل المثال، وإذا ضغطت على آت بتلاقي تلقائيا بيطلع لك الكاربت جراس بالبارتيكل سيستم. تمام، فيك تروح مثلا بالكاربت جراس كمان السكيل تاخد ترفع شوي السكيل فبتلاقي انه بيطلع لك الشكل هيك تقريبا. السكيل راندوم مثلا هيك بدي. تمام، فيك تروح على الروتيشن، ما بدك روتيشن على سبيل المثال راندومايز، بدك هيك يكون مثلا. ففيك تروح كمان على السكيل، بدك ترفع السكيل شوي تاني مثلا فيتشكل عندك هيك حاليا. هلا فيك تغير الجراس للويدث فتروح تضغط على الكلوفر، تضغط على اد، وهلأ تروح مثلا لخصائص البارتيكل سيستم تبع كلوفر اللي أضفناه من جديد. فتروح على الريندر السكيل
نرفع السكيل مثلا بتلاقي بيطلع الشكل هيك. راندومايز بدنا اياه سكيل تماما هيك. تروح على روتيشن، ما بدي روتيشن على سبيل المثال، او روتيشن صغير حلو بالنسبة للعشب. تمام. واذا رحنا على الويدز واضفنا الدانديليون، تضغط على ات بتلاقي تلقائيا الدانديليون طلع لك بالبلين تبعك. تروح على سكيل، نرفع السكيل شوي مثلا هيك. تمام. سكيل راندومايز بدنا اياه، دوم بستخدم السكيل راندومايز لانه بيعطي نتائج احسن. بدنا هيك تقريبا على سبيل المثال. واذا رحت على دانديليون واضفت عشب جديد بالويدز، بدنا مثلا كلوفر، نضغط على اد بتلاقي بالبارتيكل سيستم تلقائيا الكلوفر طلع لك. تروح هلا على السكيل، ترفع السكيل مثلا. طبعا هاد طبعا هون تلاقي كنترول زد مشان يرجع مثل ما كان لانه صار في خطأ. فتلاقي العشب هيك تقريبا. طبعا اذا ما بدك بتروح وتضغط على اشارة الناقص، تضغط على هون تقريبا مرة تانية بالجراس، ما بدنا جراس. كمان في عندك الريد فيس كيو، اذا تضغط على ات وتروح على سكيل مثلا بتلاقي العشب هيك صاير مثل القمح صاير تقريبا. فبدنا تقريبا هيك. سكيل راندومايز بدنا اياه. اذا رحت زدت العدد مثلا ل 3000 فتلاقي انه تقريبا هلا الشكل هيك صار. طبعا فيك تروح على الماتيريالز وبتضيف ماتيريال جديد، تغير اللون للون البني، لون الارض على سبيل المثال بده يكون هيك. طبعا اذا رجعت على البارتيكل سيستم والعشب الاساسي وغيرت العدد ل 4000 على سبيل المثال بتلاقي انه المشهد كله عم بيتغير. وطبعا اذا رحت على الريندر وغيرت من الاي في للسايكلز بيعطي نتائج واقعية اكتر. واذا ضغطنا على اللايت غيرنا في خصائص اللايت، الصن على سبيل المثال طبعا هيك كتير عالي، بدي 4000. بمجرد ما تضغط على 4 بعدين انتر فتلاقي انه المشهد بيصير عندك هيك. وهلأ اذا رحت على خصائص الصور على ما اعتقد اجل، بعدين تضغط على denoising. الdenoising بيفيدك في الريندر مشان ما يكون في اي ازعاج بالريندر تبعك. وهلأ بتروح على الword على سبيل المثال، بالcolor بدك على سبيل المثال sky texture، فبيطلع لك هيك تقريبا. تضغط على صفر للدخول في وضع الكاميرا، بعدين walk navigation، او اذا ما بدك بتروح على view بعدين navigation. في عندك walk navigation بالnavigation، نضغط على q walk navigation بتلاقي انه فيك تحرك الكاميرا على كيفك. فتضغط على AWSD مشان تحرك مثل الحروف تبع الالعاب نفسهم. بالضغط على q بتلاقي الكاميرا بينزل للأسفل، بالضغط على E بتلاقي الكاميرا بيروح للأعلى، بالضغط على A. ففيك تعين الكاميرا هون على كيفك بشكل سريع، بالضغط على Q بتلاقي المشهد هيك صار تقريبا. نقرب الكاميرا شوي من العشب. فإذا بدك هيك على سبيل المثال
هلا حاليا بتلاقي صار هيك، إذا ضغطت على اللايت ودخلت في خصائص اللايت بدك 7000 على سبيل المثال، بتلاقي انه الإضاءة بيصير أقوى. وفيك تبلش هلا بالريندر، بس قبل ما بلش بدي أضيف عشب جديد مثلا اللي هو الكريب تشارلي، أو بدنا الباك هورن بلانت. هلا أغير للإيفي مشان ما يصير أي لاك في البرنامج. فإذا أضفت Add Select Image، تمام، نضغط على البلين بعدين نضغط على Add، تروح على البارتيكل سيستم بتلاقي الباك هور موجود مسبقا. نغير السكيل هيك تقريبا، فتلاحظ انه الشكل هيك صار حاليا. سكيل راندومايز بدي اياه على سبيل المثال، والعدد مثلا بدي 2000، تمام هيك. فتلاقي حاليا الشكل هيك صار. بالضغط على الصفر للدخول الى وضع الكاميرا، بعدين بنغير الريندر مرة تانية للسايكلز، وهلأ بدي بلش اضغط على F12 مشان يعطيني ريندر، وهلأ بس يخلص برجع لكم ان شاء الله. هيك رجعنا لكم للبلندر بعد ما انتهى الريندر تبع الصورة تبع العشب. فهتلاحظوا انه الجراس ادون بيوفر وقت كتير مشان انشاء مظهر طبيعي على سبيل المثال، او طبعا في كمان ادون للاشجار وهيك شغلات نحكي عنهم ان شاء الله بالفيديوهات القادمة. وان شاء الله منشوفكم بالفيديو القادم.